انت تعرفتي انا عايم لا كان شو بك الحياة نسيت انك كنت بالعرس مزبوط ايه اللي اكتشفته بعد كل هالفترة من أول ما تعرفت عليه لهلأ إنه نعيم واحد مهووس بالفيسبوك طبيعي كل واحد هيك لا رولا لا مش طبيعي مهووس مهووس مريض الزلمة كيف يعني؟ كل ما دق الكوز بالجرة بيعمل لي لايك وعلى شو؟ على مناسبات كتير مهمة إنه حضرتي أنا بكون ناطرة مثلاً إنه يا أختي ليلة تعارفنا اوكي ذكرى سنويه طوية الحال شو بكوني ناطره كادو انه شيء كادو مهضوم احتجاز على القليله شو بيعمل نعيم شو بيعمل حط لي لايك على الفيسبوك لا عم تمزحي لا عم لا لا, لا, لا ما بمزح خطبنا ايه كمان توقعت انه يا خيي مينيموم ناطره هيك بليلتها انه يجيب كادو يجيب شيء على القليله كمان شو بيحط لايك على الفيسبوك لا لا جنني رولا لا قد ما بخبرك انه مش انه ما عم نكد عن جد الموضوع مش معقول ما هسترتي على الرايح والجاي لايك 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 تو ماتش اليوم عيد ميلادي لا لك ايه لك لشو جايين لهون إيه هلا بتشوفي ولا حشوف جنس الكادو ماكسيموم ماكسيموم حيحط لي لايك ما تكون انت كمان عنيتك سايقه هيك لهالدرجه هلا بتحط عينك هلا بتشوفي ايش بقى كنت جايب لك كادو الزلمه ايه كادو قال هابي بيرثداي تو يو يا شفتي عيد مين اليوم حياتي عامل مية انا شو قلت لك يا ويلي انت نيتك شو عاطلي كيفك نعيم كيفك عامل مية حياتي هابي بيرثداي تو انجو هابي بيرثداي تو يو حياتك انت عم بحكي عنك بالعاطي لا حياتي ولا ولا خلص انسى فكرتك مش جايب لك كادو شو جايب فكرت نجيب لك كادو احلى تليفون تليفون او بارفان او شيء هيك او ميك اب حياتي هلا عم بقول لك اذا لقيتيها مثلا صغيرة كبيرة بدك اكبر اصغر غير الالوان فيكي تعملي شو ما بدك عم حياتي مثل ما هي عندي اياها بالدنيا كلها وعقبال مية يلا شو فيها اذا حبيتيها يلا لك سهل عم بلاش دا 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 نعيم شو؟ نعيم شو هايتي؟ لايك جايب لي لايك؟ جايب لي لايك حياتي؟ حبيتيها؟ كتير حبيتيها؟ أنا أزرق حبيتي جايب لي لايك؟ تعا أعطيني نفس من هون نعم من هون جايب لي لايك شو صار لها؟